تكلم والاغاني من بحر المواويل والاغاني لما تكلم والاغاني من بحر المواويل والاغاني ما حدش من فكره الاغاني مصر جميله بمعلميها. دايما التفاؤل والامل هنا في هذا البرنامج في مصر جميلة اللي بيطل على حضراتكم من شاشة قناة تانية هيستمر هو منبر الامل في كل مكان باذن الله. هننتظر وهنكمل مشوارنا باذن الله في عملية التنمية والمراحل اللي بنمر بيها. ربما في بعض الضيق، ربما في بعض عدم ظهور رؤية، لكن في الاخر هتوصل بينا ان شاء الله ونوصل بيها ان شاء الله لبر الامان. شوية فن كده، واسمحوا لي ارحب بضيفتنا الشاعرة منال لطفي. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا استاذة منال. اهلا بحضرتك معانا استاذة منال، حضرتك شاعرة واديبة وصاحبة احدى الصالونات الثقافية في مصر، فبتطلي كويس على الحركة الثقافية وعلى التواجد الثقافي للناس في مصر والافكارهم. الاول طمنينا على حال الثقافة في مصر. تمام والله بخير الحمد لله. شايفة ان الامور يعني في حركة، في حراك، في ناس بتتكلم مع بعض، في انتاج ثقافي جيد؟ تمام. اولا صباح الخير على حضراتكم، وبصبح على مصر كلها، والجمال فعلا دايما ينبع من هنا. والحركة الثقافية في مصر قوية جدا جدا، وانا ليا اصحاب كتير شعراء من وادباء من البلاد العربية بيجوا مخصوص يعني على السمع انه مصر فيها حركة زاهرة جدا. يعني الوسط الثقافي يجمع كل الحالات وكل التيارات الثقافية، والجميل في الموضوع ان الندوة الواحدة او الصالون الواحد ممكن يضم كل الاراء السياسية وكل الاراء الادبية في بوتقة واحدة زي ما بيقول، فده يعني حاصل بشدة. يعني حضرتك بقى بتقولي شعر طبعا في هذه الندوات، عايزين نسمع من حضرتك كده في بداية اللقاء احد اشعارك. انا في حاجة صغيرة اسمها فين مصر، فبقول حبيبتي نورها على جبيني وليلها على شعري الخيلي ونخيلها مرصوص في رموشي، اما الندى ويا النسمه مع زقزقه من عصفوري بيسبحوا من مواويلي، ده انا اكون يا مصر اما تكوني وهون يا مصر اما تهوني، ده انا غنوتك جوه اللمه وصرختي تصح الامه، ويقولوا فين مصر الغاليه اقول في دمي وفي عيوني. جميل. دي كده بدايه كده بتصبح على مصر. بصبح على مصر بصراحه. بصبح بقى على الساده المشاهدين كده بحاجه رقيقه وتنقلنا من الاجواء المحتقنه اليومين دول. الناس كلها عندها ضغوط نتيجه يعني القرارات الاقتصاديه الاخيره، عاوزين نخفف عنهم ونقول لهم ان في امل ان شاء الله. هقول حاجه في الحب شويه. يا ريت. كنت فاكره ان بعدي مستحيل تقدر عليه، كنت فاكرة بعد عمري يجي يوم تشتاق لي، كنت فاكرة إن حبي زي طفل تخاف عليه، إنما مر الهوى وتسرقنا مننا، كنت فاكرة إني قربك وإني حبك وفي عيوني للأمل مليون بريق، وإني أختك وإني بنتك والحبيبة والصديق، ليه نسيت؟ تنسى إيه ولا مين؟ لسه فاكرة؟ أيوة فاكرة. واحنا بنعدي الطريق كنت بعمل نفسي خايفة واجري احاول لمس ايدك، وبايديك تحضن ايديا وفي عينيك حضن وبريء، لما تقرالي في كتاب والكلام نغمه بصوتك والحنان حتى في سكوتك كان ينسيني العذاب، عمره ما نساك وجودي جوا حضنك ولا غاب عن قلبي احساس الامان، ليه نسيت؟ تنسى ايه ولا مين؟ ده انت لو تبعد سنين مش هتلقى زي تاني ولا شوقي او حنان، هو بعدي مهما تلقى لسه فاضل حب تاني كنت فاكره. جميل.
جميل. ده جميل، ده ممكن يتحول لاغنيه يعني. اه عندي ديوان كله كده. اه انا حاسه انه شعر غنائي اكتر. تمام. يعني انا سامعاه كاني سامعاه بالموسيقى. تمام. جميل. المرحوم ابراهيم رأفت لما سمعها دي تحديدا قال لي فكرتيني باغاني نجاة زمان. صحيح. أيوه. وفايزه احمد. أيوه. يعني نفس السكه كده. فجميل يعني الاهتمام بالشعر والادب بيهذب النفس وبيرجع الناس مره تانية للاحاسيس والمشاعر الطيبه الجميله. تمام. حتى في التعاملات بينهم وبين بعض. هتسمعينا ايه تاني يا استاذ؟ انا عايزه اقول لك قبل ما اسمعك القصيده اللي جايه انه من كتر ما احنا فعلا الحاجات دي بتهذب الانسان، لما تلاقي حد بيتكلم حلو بطبيعيه في الحياه العاديه اليوميه، بص تلاقي حد بيقول له ايه ده انت بقيت شاعر. ايوه صحيح. يعني على اساس انه يعني الكلام ده ما بيطلعش غير من حد روحه حلوه قوي. نعم. يعني نعم. نقول حاجه فصحى. يلا اتفضل. قصيدة بعنوان فاق غيمة. يا غاليا أهديته عبق الورود وحسنها، من لي بأشعار وأنسام فأهديها، ومشاعل من حر شرياني وداكن لونها تأبى الخفوت فمن عينيك تلقيها. شاعر قد فاق نجمات المساء بشعره وتغنت الغيمات بالكلمات، ما أنت إلا ساعة شفافة غمرت روحي من رحيق الجنة، يا كسرة الثلج التي قد طهرت في الروح كل خطيئتي، يا قبلة النور التي قد اهتدى قلبي لها في العتمة. هل أنت في البشر أم بالكافي والنون أرسلت من عليائنا أصبحت حق حقيقتي؟ يا غاليا آثرته بعد الحياة للجنة. شكرا جزيلا. الجمال ده، هو في حد كده؟ في حد يستحق الكلام ده؟ مكتوبه في شخص على فكرة. هايل جميل. يعني ده هخليني أسألك عن التجارب الشخصية للشاعر، هل هو يعني التجربة اللي بيعيشها بتأثر فيه وبتأثر في كتاباته، ولا هو بيستوحي ده ممكن من تجارب الآخرين اللي حواليه؟ هو الحقيقة الاثنين. يعني في حاجات كتير جدا ممكن تلهمك تكتبي فيها من وحي اللحظة. ممكن تصرف بسيط، لمحة، صورة، لفظ اتقال. يعني أنا كنت قاعدة في ساقية الصاوي مرة وبنت لسه الولاد مجوش، فبنوتة بتقول لحبيبها يعني أنا ما بصدق أشوفك. فهو بيقول لها على مهلك عليا شوية، ما تبصليش كده. فأنا اختزنت المشهد رغم أنهم قاعدين ورايا مش شايفاهم. فكتبت قصيدة اسمها تقول مهلا، رغم ان انا ما مرستش بالموقف يعني. بس هي كده يعني بتيجي ممكن. وما في شك انه الشعر موهبة، لكن ممكن من مجالسة شعراء والمثقفين من بعض المهتمين بهذا المجال يتحول ان هو ينظم بعض الابيات او يقول وجهة نظر تطلع في صورة شعر. لو هو إزاي؟ ممكن. لو هو عنده زي ما بيقول البذرة بس، ولو حتى لم تكتشف. ممكن. لكن وانا ممكن ابقى شاعر ومش مش عارف. لو عندك عارف. لا. انت ممكن تكون مش عارف انت عندك ولا لا. انت حاسس بحاجات حلوة بس مش عارف تقولها. لو جربت تفضفض على الورق بينك وبين نفسك كده هتظهر. هتظهر. خاصة لو ودنك سابقة ألمك. يعني هتلاقي نفسك بتنغم لوحدك. لو انت حابب تسمعه يعني بتيجي كده احيانا. انا ما درستش على فكره. اكتشفتيها ازاي في نفسك؟ ما درستش انا. اكتشفتها وانا كبيره كمان. يعني اللي بيبدا شعر ده بيبدا من بدري قوي. انا كنت كام وعشرين سنه، وبعدين يعني كنت الاول مره بقى حبيت. انت عارف بقى البنات في السن ده كان بالنسبه لي طبعا فتره طويله اني ما حبيتش لحد 23 سنه يعني. فلما ارتبطت لقيت نفسي بكتب له حاجات انا نفسي اقولها له ومش عارفه اقولها له وجها لوجه. فطلعت كده يعني. فطلعت كده بتعملي فضفضه بالظبط كده على الورق. وكنا زمان طبعا غير دلوقتي مش تكاوي. الحاجات صحيح. كانت بتاخد وقتها قوي 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 الحلوة على التكاوي دي. طبعا. يعني انا كنت بروح حاضر انا كنت بروح مشاوير عشان اجيب كتاب اقرا. كتاب قبل النت وقبل الكلام ده يعني. في اي مكتبه يعني استعير كتاب. ودي برضو مهمه جدا للشعراء، لان بشوف الشباب اليومين دول بيقولوا على نفسهم شعراء لكن هم لا يملكوا ابدا ناصيه اللغه العربيه. تمام. ولا اطلعوا على الشعراء ولا على كتاباتهم. عارفه ليه؟ فبيطلعوا حاجه ضحله جدا. بيكتبوا قبل ما يقروا. صحيح. يعني انا دايما لو حد موهبه انا رايت مواهب يعني. فلما حد بيجيني سواء في غنى او في اي حاجه او في كتابه اقول له اسمع الاول واقرا كتير. لان انا كنت رئيس لجنه التحكيم في الشباب والرياضه،
فيعني لازم طبعا تاخد تستوعب الاول عشان تنتج. صحيح. سمعين ايه حضرتك؟ نسمع فصحى ولا عاميه؟ اللي تحبيه الاثنين جمال. طب في حاجه اسمها اسمح لحبك. بقول مالي انا بكل اللي فات، مالي بدمع وسهد ليل وجرح قلب وذكريات، انا عايزه حبك دلوقتي وكل قلبك من سكات، مش هوعدك بكتير سنين ولا حتى من قلبك بطلب حنين، انا عايزه احكي في غرامك ذكريات، ورده تجيلي في الربيع لحظه بعمري اشتريها لو تبيع، الشهده اسقيك من غنايا والقهار، نفسي اكون لك لو دقيقه الوهم كله ينحني ويصبح حقيقه، تتمنى عمرك لو يعود منه اللي فات وتقولي كان والذكريات، ده العمر بعد دقيقه واحده يا حبيبي ممكن يبقى فات، اسمح لحبك. جميل جميل. يعني بالمشاعر الحلوه دي وبشكرك شكرا جزيلا استاذه منال، ونتمنى ان يكون سمه بقى عند الشباب ان هم يستمعوا، لانه زي ما بنقول دايما انه الكلام الحلو تقول لك ايه ده شاعر فعلا، فعلا يعني تبقى لغه ما بين الناس بعضها وبعض. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم جدا وبصبح على مصر كلها. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. بشكركم اعزائنا المشاهدين، وكده بيكون ده ختامنا لبرنامجنا النهارده مصر جميله دايما بحضراتكم ان شاء الله. الى اللقاء. الى اللقاء.